قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم عددا من الضباط رتبهم بعد تخرجهم من جامعة مؤتة الجناح العسكري من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي. هذا وبدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ثم قام الوزير الخالد بتقليد الضباط رتبهم، وبعد ذلك قام الضباط الجدد بأداء القسم القانوني بهذه المناسبة. تحياتي وتهانيي لكم أولا اللي ربوكم وبعثوكم واصبروا إلى ما شافوا إن شاء الله هذه النتائج. تهانيي لكم، تهاني القيادة السياسية العليا لكم، أن فخورين إن شاء الله تكونوا أمام الكوكب للجيش الكويتي. مهدي بلدنا وكويتنا بأرواحنا وبدمنا، هذا اللي حبيت بس أهنيكم فيه، وهذه هي وأنا أبوكم ترى بداية المشوار. نجمة اللي حطيتوها على شعبكم الآن ترى بداية العالم. والعسكري بدون دورات، العسكري بدون تطوير قدراته، بدون تدريب، ربنا إن شاء الله يوفقكم لخدمة بلدكم. تعت رايت إن شاء الله عميرنا هو دائم إن شاء الله. الله يوفقكم.